مرحبا أصدقاء ماجد، أنا فاطمة البتول، واليوم سأقرأ لكم من تطبيق ماجد. سأفتح المجلة. زكية الزكية هجوم الشوكولا. والآن سأستخدم نظارة الانصهار ثم التجميد لتحويل جميع قطع الشوكولاتة المصغرة إلى لوح واحد. يا له من عرض، لقد حصلت على لوح يعادل 3000 قطعة شوكولاتة وليس 300 فقط. وفي بيت فهد في نفس الأثناء، لقد صورت كل ما حدث والآن سيزيد متابعي قناتي. يا ها 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 ها. لا، العدسة كانت ملطخة بالشوكولاتة، لم تصور الكاميرا شيئا. وهكذا انتهت المعركة بانتصار زكية. ماذا بك يا نهى؟ لقد فقدت لوحة شوكولاتة الكرواسون في حرب الشوكولاتة. هل تقصدين هذا الشيء؟ لقد أخذته بالخطأ. شوكولاتة الكرواسون الفاخرة عادت إلي، سأخبئها لأن الشوكولاتة نادرة هذه الأيام. أتوقع أن تتخلى عن الشوكولاتة بهذه السهولة حتى لو كانت سيئة يا عبود، لذلك سأعطيك لوح الشوكولاتة الوحيد المتبقي في المدينة. يجب أن تعدني أن تأكلها بحرص. أعدك يا بطلة، لن تندمي. أسناني. لا تفعلوا مثل عبود يا أصدقاء. مع السلامة.